اهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد عادل وده فيديو توتوريال جديد ليا من قناة يوتيوب. طيب النهارده انا حابب اوريكم ازاي بعمل الجي اي اف او الجيف. يلا نشوف. اول حاجه طبعا نفتح الفوتوشوب، خلينا نعمل اي حاجه جديده. ممكن استخدم السايز اللي هو المربع، مش هستخدم السايز الاتش دي المره دي، هستخدم ممكن مثلا 2000 في 2000 ونسميه اوكي. نعمل فايل. نبدأ بقى نستخدم ايه الحاجات الاشكال اللي عندي وكده. ممكن مثلا حاجة زي دي نكبرها بالشكل ده. عندي طبعا حاجات كتير بس هبدأ احط حاجة واحدة واحدة. ممكن حاجة زي كده نكبرها شوية ونبدأ نظبط فيها شوية. ونعمل لها جروب. ممكن أبدأ أستخدم حاجة زي كده نغمق سنة بسيطة الجزء اللي تحت، وممكن أديها overlay. ونعمل لها لير تاني تحتها. كده مثلا. بالشكل ده. ممكن نغمق سنة بسيطة الجزء اللي فوق. ممكن نخلي دوت overlay برضو، شوف هيطلع بيه. طبعا هو overlay احسن حاجة بس هو خفيف قوي، فاحنا ممكن ندي منه واحدة تانية، ممكن نعمل منه واحدة تالتة نخليها normal، نقللها سنة بسيطة. كده مثلا ماشي. وابدأ أشيل الحاجات الزيادة اللي عندي، يعني أنا ممكن أشيل الأجزاء دي، خلي بس الحاجات اللي كانت عاملة بلند. اوكي نبدأ نشوف برضو الايتمز التانية ممكن استخدمها. كلها بقى حاجات رسومات اصلا جاهزة. ممكن ابدأ استخدم حاجة زي دي. وهخلي اللون بتاعها قريب شوية من لون الإزازة. ممكن نخلي 15. بالشكل ده. اوكي ممكن نشوف برضو الحاجات التانية اللي عندنا. ممكن نستخدم ايتم زي ده نخليه فوق. ممكن أعمل
أرضية شوية المكان، يعني ممكن أبدأ أغمق الجزء ده سنة بسيطة. ممكن نعمل واحدة تانية. الشكل ده كده مثلا وديها سنة بلور جاوزن بلور. ممكن سنة كمان بسيطة اوكي ماشي. نبدأ نضيف برضو ايتمز تانية بعد ما ضفت الشكل ده. أبدأ أضيف مثلا حاجة تانية لي، ممكن حاجة زي دي. الحاجات دي طبعا هتفرق في الشيب لما أعملها جيف. اوكي ممكن اضيف حاجة زي كده. نشوف حاجة زي مثلا الحاجات دي كلها يعني اشكال كلها مرسومة، وبس هنحطها نضيفها على التصميم علشان تبقى شكلها لطيف، عشان وقت ما نحرك فيها تبقى موجودة. كده مثلا نشوف في ايه تاني، ممكن حاجة زي كده. كلها أشكال عبيطة، هي كلها حاجات أصلا مرسومة إحنا بس بنضيفها على الشكل بتاعنا، يعني كل الحاجات دي بالنسبة لي مرسومة وكده، فممكن ننجزها على طول ونخليها واخدة شوية من الأشكال بتاعتنا. أوكي ماشي. ممكن نشوف عندنا إيه تاني. برضو بعملهم جروبات عشان ما توش. اوكي ممكن استخدم بعد كده حاجة تانية، ممكن حاجة زي دي. كده مثلا اوكي نعملهم برضو جروب. ممكن نستخدم برضه الحاجات دي. ممكن بالشكل ده برضو. طبعا انا حطيت برضو حاجة بسرعة، وبعد كده ببدأ اشوف انا هعمل ايه. نخليها برضو كروب. بالشكل ده ممكن نصغر دي بقى شوية، ممكن نكبر دي.
تمام. كنت نصور دي سنة بسيطة. ونبدأ نضيف برضو درجات إنارة كده تبقى عنوان حاجة زي كده. نشوف برضو القوس اللي تحت ده محتاج سنة بلور بسيطة. ممكن برضو أضيف أرضية تاني نضرب مع السنة. نعمل برضو بلير. ممكن بالشكل ده برضو ناخد من الأرضية ديت ونرمها سنة كده مثلا. اوكي نعدلها سنة بسيطة. ممكن نعمل عليها شادو برضو. ممكن يبقى شادو بالأحمر actually. ممكن الدرجة ديت وممكن تهدى سنة بسيطة. اوكي كده. ممكن اشوف برضو حاجات زي دي ممكن اضيفها سنة برضو. هي كلها فيكتور ايتمز وكده وبنضيفها بس ونغير بيها شكل يعني. تمام. كده مثلا ممكن نشوف ايه تاني عندنا. زي كده مثلا. نشوف هتبقى ازاي. كوماند يو شكلها برضو. ممكن تبقى حاجة زي كده. اوكي طيب احنا ممكن نكبر كل الأجزاء دي. سنة بسيطة. وبعدين ممكن أضيف تكست برضو.
شوية. ممكن نخليه مثلا حاجة زي كده. طيب هننزل دول سنة برضو كمان. كده مثلا. وخلي ديت خفيفة أكتر. بالشكل ده. تتسنى بلور برضو شوية عشان تظبط. اوكي ممكن نخلي دي لونها اسود. ماشي خليهم كده احسن، خليهم باللون ده احسن. اوكي نعملهم جروب. اوكي نعمل منها واحدة تانية برضو. ممكن نخلي واحدة لونها مثلا اسود وواحدة لون أحمر، أو ممكن نخليها أبيض. نشوف درجة الألوان اللي ممكن تبقى حلوة. ممكن درجة زي دي. أوكي نشيلهم دلوقتي برضو. نغير برضو في الألوان شوية بالشكل ده. نضيف واحدة تانية. Solid color. Soft light and other reason. Okay, مثلا طبعا اللعب في الألوان ده ضروري جدا، لأن هو بيغير شكل الحاجة، بيغير اللون عامة، بيغير المود، بيغير كل حاجة. فحلو إن أنت تغير في الألوان بتاعتك شوية. أوكي مثلا بالشكل ده. اوكي بعد ما وصلت المرحلة ديت انا بفضل ان انا بعد كده اسيف، يعني انا بعمل سيف
as a PSD ممكن اعمل PSD مثلا جيف 1 اوكي وبسيفها صوره سيف ديت صوره JPEG اوكي ماشي. الخطوه اللي بعدها بقى انا ببدا اقفل دي مثلا ماشي واغير في كل حاجه بسنه بسيطه يعني ممكن نعمل حاجه زي كده مثلا اوكي ممكن حاجه زي دي تتحرك سنه بسيطه وتتلف مثلا كده كده مثلا اللي بعده نفس النظام ممكن برضو دي تتحرك سنة بسيطة قوي كده مثلا ونحرك في الحاجات اللي في حواليها ممكن دي تتشد شوية مثلا وهنا برضو نفس الكلام ممكن نكبرها هنا ديت ممكن تتحرك كده مثلا دي برضه ممكن تتحرك دي ممكن تنزل تحت شوية كده طيب دي ممكن برضو نفس النظام نغير فيها سنة هنلفها برضو شوية كأن الحاجة بتتحرك يعني احنا بنعمل منها كادر تاني ونحرك فيه الايتمز بس كده مثلا كده ماشي دي بقى ممكن برضو بنفس الكلام كده ممكن نحرك دي طيب خلينا الأول نعمل خط للأرض اوكي عشان ما نخرجش بره الخط ده كده مثلا أفضل برضو إن أنا أخلي مستوى الخط نفسه مستوى بتاع نفسها يبقى مظبوط شوية كده يعني أخلي دي كده عشان ما يتغيرش مكانها مكان النقطة بتاعتها كده مثلا ونبدأ نشوف دول ممكن صغار وسنة ممكن نمسح كل واحدة فيهم شوية كده مثلا تمام ممكن برضو حاجة زي كده
ممكن لين برضو تكبر. يعني الحركة البسيطة هتفرق. تمام. ونسيف برضو. نكتب جاف 2 مثلا. سيف. طيب انا كده تمام. انا دلوقتي انا سجلت الاثنين. انا سجلت دي ودي، سجلت دي، سجلت دي. ببدا افتح التايم لاين عندي في الفوتوشوب. نقفل ده خالص، نفتح التايم لاين. اوكي، ممكن نعمله as a new composition حاجه زي كده مثلا جي اي اف. اوكي، ممكن نعمل حاجه زي كده. ونضيف فيها الحاجات بتاعتي. اوكي، كده انا حطيت الاثنين. وين نخلي الاثنين مع المقطع بتاعهم، ممكن مثلا حاجة بالشكل ده. اوكي، ونخليها forever. كل السيتنجز بتاعتها مظبوطة، احنا نخليها كده. وبعدين بعمل save for web، export save for web، وأشوف السيتنجز بتاعتي مظبوطة على ايه. جيف. اوكي، ممكن نخليها على حاجة او ممكن ما نظبطهاش، يعني ممكن نخليها كده وممكن ما نظبطهاش، نخليها زي ما هي. اوكي، كولر كل حاجة مظبوطة. تمام. سيف اس، ونحطها على الديسكتوب كده. المفروض انها سيفت. نشوف الشكل النهائي ده. كده الشكل النهائي للفيجوال بتاعي. كده يا جماعة أكون وصلت لنهاية الحلقة. حابب أشوف كومنتاتكم وحابب أشوف مقترحاتكم. وياريت طبعا لو أي حد عنده فكرة ممكن تضاف للفيجوال ياريت. أوكي، شكرا لكم.